السلام عليكم خالتي اخواتي، معاكم عالم الأحذية العلماء كالعادة، الجديد المفيد اللذيذ الجميل. برنامجكم هذا لايف خفيف ظريف، عرض خاص بمناسبة عيد الأضحى. خالتي هذا العرض ما تلقاوش ولا في الأحلام. أولا تبعوا معنا، عندكم بابيليز، هذه خالتي بابيليز، هذه خالتي دور الكابل تاعها يدور كما راكم تشوفوا، الكابل تاعها يدور، الدوغري تاعها تحكمي فيها في الدوغري تاعها، فيها درجة حرارة تاعها حتى 230 بابيليز هذه خالتي. هذه وحدة عرض ولا في الأحلام، تبعوا معنا خالتي اخواتاتي. اللي فات هذا العرض ما تزيدش تطمع في عروض أخرين. عندك مجعد الشعر هذا كما راكم تشوفوا، في لي زيكزاك هذو، في لي زيكزاك، درجة الحرارة تاعو 240، مجعد الشعر. عندكم مجعد شعر ثاني، عندكم واحدة زوج ثلاثة، ثلث حوايج خالتي 350,000. نعم ثلث حوايج 350,000 خالتي. هذه وحدها راهي دير 180، هذه وحدها راهي دير 220 جملة، هذه وحدها راهي دير 220 جملة. هنا درنا لكم ثلث حوايج ب 350,000. نعم سيدتي، هذا للمحظوظين والمحظوظات فقط، اللي راهم يتبعوا في الصفحة تاعنا عالم الأحذية العلمة، للمحظوظين والمحظوظات فقط فقط لا غير. قلنا لكم ثلث حوايج، عندك بابيليز وعندك مجعد الشعر وعندك مجعد شعر ثاني، ثلث حوايج ب 350. الكمية راهي محدودة خاوتي، اللي تحب تكوموندي والله يحب يكوموندي يتواصل معنا على الصفحة عالم الأحذية العلمة، والله يتصل معنا، يتصل بنا على الرقم الموجود على الصفحة، مكان المحل والمركز التجاري أحمد مهناوي، سوق نسا لتحرق لاصقي في مطعم جبور، وين ملعب حرش العلمة تطلع ديراكت، رانا المحل تاعنا مقابل الجردة كما راكم تشوفوا، رانا مقابلين الجردة، تلقاو المحل يحمل لافتة تاع عالم الأحذية العلمة، ومرحبا بكم خاوتي. قلنا لكم ثلث حوايج 350,000، عرض ولا في الأحلام، أول مرة في التاريخ تصرى. هذه وحدها جملة راهي دير 220، ها خاوتي، هذه راهي دير 180,000 والله. نهدر لكم جملة مش ديطاي خاوتي، يا حنا درنا لكم ديطاي، ثلث حوايج ب 350,000، الكمية محدودة، بارطاجيو معنا، ومازال كاين الخير، مازال كاين الخير خاوتي خواتاتي، مازال كاين السلعة، ومازال كاين السلعة. مازالت كاين السلعة خاوتي خواتاتي، الريمينغتون راهو جاي بقوة، البراون فابور حول الأصليين بأسعار ولا في الأحلام. هذا عرض خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بارطاجيو معنا خاوتي، كثرنا البارطاج، كثرنا لي كومونتير. وبالنسبة للفائزة البارح نسينا ما حطيناش الاسم تاعها، دوك من بعد إن شاء الله في المساء نحطوا الاسم تاعها، تجي تدي الهدية تاعها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واستنونا في لايف بعد ان شاء الله نزلوا نعطيكم المزيد من السلع.